موجة حر كبيرة ضربت مدينة ريو دي جانيرو، حيث درجات الحرارة تجاوزت 40 في بداية هذا الصيف الجنوبي. الشواطئ باتت ملجأ للسكان، فالسير في الشوارع أصبح بمثابة إنجاز رياضي. هذه الحرارة لا تطاق، وبالأخص عندما ترتدي بدلة تشعر بضعف الحرارة، الأمر صعب جدا. شعور لا يتقاسمه السياح الذين قدم معظمهم من أمريكا وأوروبا هربا من البرد القارس. نعم، جئنا بحثا عن الحرارة، لكن ولحسن الحظ يفتح المحيط ذراعه لكل من يبحث عن البرودة. ليس هناك حل آخر مع هذا الشاطئ والسباحة في المياه الباردة. تعود سكان ريو دي جانيرو على ارتداء ملابس خفيفة خلال الصيف، ما عدا من يعمل من بينهم في المكاتب، فلا خيار أمامهم عن ارتداء البدلة. ليس من المنطق في بلد استوائي الإجبار على العمل ببدلة وربطة عنق، ومع هذا يهرع الجميع إلى الشاطئ خلال استراحة الغداء هربا من الحرارة التي لم تنسهم مخاطر الأمطار الغزيرة التي ستتبعها، والتي خلفت 74 ضحية خلال احتفالات نهاية السنة الماضية. الجميع يعرف أن حرارة مثل هذه يمكنها أن تتبع بأمطار غزيرة، على السلطات أن تتخذ إجراءات استباقية. قلق لا يمنع السكان من الاسترخاء على شاطئ البحر طالما لم يتغير الطقس بعد.